وعالم سبع بتابع معكم اليوم لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت من الاستوديو. إنما قبل ما نبقى بالاستوديو ننتقل لعند الشيف حسين، رح نروح سوا بهالجولة السريعة على صالات السينما. You are near, just like me, they love. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الأنيميشن The Angry Birds Movie المرتكز على اللعبة الشهيرة على السوشيال ميديا بنسخة أصلية ومدبلج للغتين الفرنسية والعربية بأصوات جيسون سوديكس، بيتر دينكليج وكيت ماكينن. يعني ده خروف؟ أمال يعني هيكون إيه؟ كنغر! كنغر حبنا! والفيلم الكوميدي العربي كنغر حبنا بيتم استبدال تماثيل لحيوانات الكنغرو على الجمارك بحيوانات كنغرو حقيقية، وبيلاقي حاله رامز جلال مضطر يتحمل مسؤوليتهم مع سارة سلامة، حسن حسني وأدوارد. من المرات القليلة يلي منشوف فيها هالأفلام هيك المهضومة الخفيفة بعيدة جدا عن فلومة الأكشن يلي تعودنا عليها بالفترة الماضية. رح ننتقل هلأ على الصين، اخدنا كتير مبعد فينا شف حسين، رح نتابع معه رشة ملح. تحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كانوا عم بيتابعونا، ومثل ما قالت لنا غادة اليوم رايحين نحن على الصين، واكيد عامل من المطبخ الصيني نودلز بالخضره والقريدس، وكمان عامل طبق حلو اللي هو ميلك شيك افوكا. بالبدايه نحن بدنا للنودلز رح نحط لها نحن البصل، جزر، كوسه، فليفله ملونه، فينا نحط لها زنجبيل اخضر حسب ما انتم بتحبوا، كمان حطيت لها الملفوف الاحمر، وكمان فينا نحط نحن توم، ما في اي مشكله. الناس اللي بيحبوا التوم فيهم يحطوا التوم، لكن هيدا طبق غني بالخضار، في كل الحصص الغذائية، وأيضا التوم والبصل والخضرة هيدي كتير منيحة وكتير مهمة. النودلز نحن بنسلقها مثل حيالله نوع من أنواع العجائن الغذائية، هي نودلز عجينة. أنا حطيت مي على النار مع زيت نباتي ورشة ملح، بس بدي حط النودلز بدي اسلقها حوالي 6 دقائق، بدي شيلها بردها وبعدين استعملها. حط لها زيت السمسم اللي هو اللي بيعطي نكهه كثير طيبه، وكمان حط لها صلصه الصويا مع حبه البركه، وكمان سمسم محمص على الوجه. هيدا طبق كثير طيب وكثير مميز. خلينا انا وياكم مشاهدينا نبلش نسلق النودلز، لكن حاطين ماي نحن على النار. اوكي، هون نحن بلشنا بسلق نودلز. بنحضر نودلز بالخضره والقريدس. هون انا مثل ما عم نشوف الجزر كيف فارمه، خلينا كمان نفرم الكوسه بنفس الطريقه. فينا نحن نحط حيلا نوع من انواع الخضره، فينا نحط البروكولي، فينا نحط الكرافس، فينا نحط الكرات، ما في اي مشكله حسب ما انتم بتحبوا. ولكن انا هيدا الطبق مقدم معه القريدس، نودلز بالقريدس. فينا نعمل كمان نودلز بالسمك، ما في اي مشكله. يعني فينا بدين ما نعمل القريدس بزيت نباتي، فينا بزيت زيتون سوري، فينا نجيب نحن فيليه سمك كان مثلج، فيليه سمك هامور اذا كان مثلج ولا كان فريش. كمان بنحط له طحين، لان الفيليه سمك اذا كان مثلج بيفرط معنا بس نحطه على النار، لذلك نحن لازم نجيب طحين ونلطه بالطحين. والاهم من هيك، اهم من لط الطحين، لازم ننقعه بالحليب. خلينا ننتبه شغله، اذا كان الفيليه السمك فروزن لازم ننقعه بالحليب، لان خلال تفريز الفيليه السمك بيفقد كل المواد البروتينيه اللي بتكون موجوده بداخله. عشان هيك نحن بننقعه بالحليب لحتى نرد المواد البروتينيه. نرجع بنحط له رشة ملح ورشة بهار أبيض، ومنحطه بالطحين، وبعدين بنشويه بزيت الزيتون أو زيت نباتي، بس يستحسن نشويه بزيت الزيتون لأن زيت الزيتون صحيا أكثر من زيت نباتي. طيب هون بعدنا بالكوسة، خلينا نطلع على النودلز لنشوف شو صار فيها أنا وياكم. نحركها شوي،
مثل ما عم نشوف ما بدها كتير وقت، بدها حوالي 6 دقايق. منشيلها منبردها ومنحطها على جنب، ومنجيب الخضار، البصل، الجزر، الكوسة، الفليفلة الملونة. منجيب هيدي الخضار كلها سوا نحنا منقليها بزيت السمسم لحتى ناخد نكهة زيت السمسم. وأنا بنصحكم كمان بالآخر بس تخلص طبخة نحط لها زيت سمسم لحتى تضل موجودة نكهة زيت السمسم. لكن نحن هون بعدنا عم نقطع الكوسة بهالشكل هيدا. هيدي الكوسة رح نقليها مع البصل ومع الجزر. الميلك شيك افوكا رح حضرها، اكيد انا جايب افوكا. الافوكا نحن بنصنفها من اهم الخضار بالعالم، مش فواكه. الخضار الافوكا هي خضار. بعدين بنحطها، ناخد اللب الداخلي ومنشيل القشرة الخارجية اللي بتكون موجودة بالافوكا. ناخد اللب الداخلي بنحطها بمكسر كهربائي، بعدين رح نطحنها مع كريمة طازجة، او رح نطحنها مع حليب حسب ما انتو بتريدوا بتحبوا. لكن رح نقشر الافوكا نحطها بخلاط كهربائي او ميكسر كهربائي، نطحن الافوكا كتير منيح مع كريمة فريش او مع حليب مثل ما انتو بتحبوا مثل ما انتو بدكن. ما رح حطلها لا سكر ولا حليب مكثف ولا عسل، انا بس اسكبها. رح حط بالكاسه حليب المكثف، كمان رح اقدم نعها نوع من انواع الكعك، ورح حط لها رشه قرفه على الوجه، ورح نزينها بالفريز. طيب اوكي، هون كمان خلينا نحرك شوي النودلز. صار فينا نطفي النار تحت النودلز تقريبا، لكن بدنا نبردها ونحطها على جنب، وبنهاية الحلقة رح أطبخها أنا وياكم. وبهالوقت بنرجع لعندك غادة. مرسي لك شيف، أكيد رح نرجع لعندك تباعا بخلال عالم الصباح لحتى نقدر ننهي نحن وياك كل هالتحضيرات. رح ناخذ بريك صغير، خليكم معنا.